أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وكالة بلومبرغ الأمريكية تقول إن إسرائيل لم تعد تبلغ روسيا عن ضرباتها في الأراضي السورية، والخارجية الروسية تؤكد. هجمات صاروخية تستهدف قاعدتي خراب جير بريف الحسكة وحقل العمر بريف دير الزور التي تتمركز فيهما القوات الأمريكية دون أن تسفر عن إصابات. الطيران الحربي الروسي شن عدة غارات جوية على محيط مدينة إدلب فجر اليوم وفق مراسل حلب اليوم. وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين بتصادم دراجتين ناريتين في مدينة جسر الشغور غرب إدلب مساء أمس وفق الدفاع المدني السوري. مقتل 7 أشخاص وحرق عدة منازل جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتين على خلفية مقتل شاب في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي. مقتل أكثر من 110 فلسطينيين خلال الساعات الماضية بهجمات إسرائيلية على قطاع غزة، ووسائل إعلام فلسطينية تتحدث عن قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى النصر في القطاع.